اسمح لي اناكفك شويه، مو مناكفه هي وانما خلينا نسميها حرشه بالعراقي. هل ينزعج دكتور حسن ناظم من الحملات المنظمه التي تنظم ضده في وسائل التواصل الاجتماعي؟ هسه يمكن هسه ليش اقول منظمه؟ لان هي كل شهرين تقريبا هيجي تنزل فت قصه جديده يصير بها دكتور حسن ترند بشكل كبير. اخرها مال هذه واشنطن انا شخصيا ما اعتبرتها خطا، لكن لا مو خطأ. لا مو خطأ. هي مو خطأ. أنت تنزعج من هذه المناكفات بهذه الطريقة، شلون تنظر لها؟ هي إذا خرجت من ناس يفهمون ماذا أقول طبعا تكون مزعجة. أما الهمج الرعاع فموجودون على الدوام منذ علي بن أبي طالب الذي وصفهم بهذا الوصف حتى الآن، يعني ينعقون مع كل ناعق. هؤلاء لا يضرون، يعني الذي يضر حينما تصدر الآراء الجارحة من أناس يعرفون ماذا نعمل وماذا نكتب ويعرفون مقامنا في العربية، وهي تصدر في بعض الأحيان طبعاً، وهي تصدر في بعض الأحيان بالتأكيد. فإذا هذه ليست قصة، هذه مسألة غير مهمة. المهم هو العمل ما ننفذه وننجزه في الوزارة من إصلاح موجع يزعج الآخرين. فأحيانا أمثل مثل هذه الحملات على أنها صرخات لمتألمين. جميل. وهي تصب في اتجاه الاستهداف السياسي دكتور، ولا ما تعتقد هالشيء؟ لا أدري، أنا لا أعرف هذه الجهات التي تهاجم، ولا أعرف لماذا فجأة تكون هناك حملة. لكنك تفكك، أنت ناقد وتفكك المشكلة.